ابو عمر تو يسولف عن بعض اللي يقول مثلا محتاج الى اما احد محتاج الى سلفه ويكون من اهله او من اقربه ناس الله معطيهم. فيمكن البعض اللي ما يدري وين فلان او عمك. نعم الحديث هذا في الفاصل. نعم كان إيه في الفاصل إيه. فحبيت انا اعلق عليه حتى انه قال يعني ما رحت لعمك ولا ولد عمك ولا اخوك ولا من قرايبه اللي الناس اللي الله معطيه. فيذكرني بمثل قديم يسالون ضعيف وكان لباسه رث وقال يساله واحد قال عمك ما يكسيك؟ قال عمي يشوفني يعني ما يحتاج اقول له. فاحيانا الطيب والوفاء والتماس الحاجه يعني الانسان بدون انتهينه او بدون من خاصه وان اذا كان هذا الشخص يكون من النوع اللي عفيف اللي ما يسال ولا كذا. فهي تذكر بقصه رجل كان في الباديه وكان مجموعه قطين ما بين 30 الى 40 بيت يتجاوز هذا العدد. فكانت ايام مثل الايام اللي راحت قبل فتره ايام ممطره وايام برد. ففي هذا العرب شخص فقير يعني على حد الفقر ولكن لا يقبل عطايا ولا يسأل. فكان مجرد اللي يصرفه على عياله وعلى نفسه مجرد انه يروح للديره الى قالوا فلان بروح للبلاد للديره وصوك انت تبون شيء يوصي هذا ويوصي هذا ويجيهم ياخذ مقابل كروه مقابل خدمته أو يحطب أو يحش. وكانت هذه يعني المصدر اللي كد على هدف فيه ويأكله. فليلة من الليالي كانت ممطرة وباردة فرجل المسؤول في القبيلة أو الشيخ قال يا جماعة إن كان المطر يعني طاول الليلة وجاء الفجر ترى نبي نصلي بالشق عن المطر. قالوا خير يوم جاء أذان الفجر ويصوت اللي عنده بعد الأذان يا جماعة ترى الصلاة في شق الشيخ على أساس عن المطر. فالكل يمشي ويجي اللي لابس له هذا واللي عليه فروة واللي عليه بيشت واللي عليه إلا هذا الرجل حاط له خيشن على راسه تقيه عن المطر ولا تامن بعد بيته بعيد عن بيت الشيخ على ما وصل ولا ثيابه طافح تم بالماء ولا ينفض كنا خصلة من البرد ولا لباس ولا لا كوت ولا بشت ولا فروة ولا ما كان عنده اللي أمن حتى لباسه. فشافه الشيخ وهو يعرف أن هذا الشخص ما يقبل أي يعني عطية كذا مده أو واحد يحاجيه. فيوم صلوا التفت عليه ذكاء الشيخ وفطنة هذا الرجل قال له أبو فلان قال سم قال أربعة مع أربعة ما تكفيك عن أربعة؟ قال لا يا شيخ. قال ليه؟ قال أدين دين وأوفي دين وأزرع البعدين. قال ما شاء الله خلك حريص ولا تبع رخيص. طبعا هذا الكلام على ما أسمع من الحضور. فقام الرجل هذا وقعد عند الضوء شوي وبعدين راح لبيته يتدفى. ففضول الحاضرين وش الكلام اللي صار بينك وبين هذا الرجل؟ فقال وش انت تقول يا شيخ؟ قال الحين ما فهمتوا. قال لا. قال الحين انا كنت بنتقي منكم واحد يصير شوير ارجع له استشيره في بعض الامور. دام ما فهمتوا انا بلقى من يدلني الى مني احتجت. لكن تدرون لكم لين الليله اللي يجيب الحل والمعرفه احط الشوير لي. طبعا الكل يبي هذا الشيء. هو يدري عن هذا الكلام وش نهايته ايش بيصير. هذا لو شو بيسوون؟ يروحون للرجل يسالونه وقال له لا تبع رخيص يعني الكلام هذا هي اياهم بيع. فيروح لي كل واحد يصد لا يشوف احد يروح يدخل عليه ابو فلان وش اللي بينك وبين علمني واللي تبي ابد اعطيك. ولا قال والله تدري يا شيخ يقول لا خلك حريص ولا تبيع رخيص. قال بعطيك كذا من الغنم اعطيك خمس نعاج بعطيك.
ولا قال بعلمك بس لا تعلم احد، قال انت لا تعلم، قال بده يعطيه المعلومه ويروح. ويجيه الثاني، الين مشوا العرب كلهم عطوه مقابل انهم اخذوا منه الجواب واغناه بعد الله الشيخ بحكمته ولا وبدون اهانته. فايش كان الجواب؟ تبغون نترك الجواب للحضور او للمشاهدين او نقوله لكم الخيار؟ انا اقول خله الهاشتاج. ممتاز. الهاشتاج خلي ابو عبد العزيز يعيدها وركزوا عليها واعطونا الحلوشي. نعم. يا ابو عبد العزيز. نعم. اربعه يقول اربعه مع اربعه ما تكفيك عن اربعه؟ قال لا. قال ليه؟ قال ادين دين واوفي دين وازرع البعدين. يا سلام، اتركها لهم. قال خلك حريص ولا تبيع رخيص، يعني هو بس الكلام على الاربعه. اي الله الله. مع اربعه ما تكفيك عن اربعه؟ قال لا. قال ادين دين واوفي دين وازرع البعدين. طبعا احنا سبق ترى طرحناها على فكره ذي، ف نجاوب يا ابو عبد المحسن. اي عطنا. طبعا الشيخ يسال هذا الرجل نتيجه هال قله اللبس اللي عليه، وهو يشتغل ويروح يعني يحش ويحطب ويخدم ربعه، يجيبه بكروه ويحصل. فيقول اربعه مع اربعه، اربعه فصل الصيف مع اربعه فصل الخريف، هذه في امكانك انك تجمع فيها للاربعه فصل الشتاء علشان توفر فيه مع الاكل والشرب لباس لك ولعيالك يوقيك عن البرد. اكمل. ممتاز. شوف هذا عبد المحسن نصر الله. اي هذاك الرجل الجميل صوتا وشعرا يقول الله اعلم انها اشهر السنه يزرع اربعه ويتدين لكي يزرع. تمام. ايه ثم الى حصاد الزرع او صرم النخل ما يكفي الديان. هذا اللي فهمت يقول لا تبيع برخيص، يعني لا تعلم باللغز الا بمقابل. لا هذا هذا باديه، مو في نخل وفي هذا الرجل. هو عاد سوى قياس. ايه؟ يعني لكن يقول اربعه، اربعه الصيف مع اربعه الخريف اجمع فيها، ما قدرت تجمع فيها شيء لفصل الاخير فصل الشتاء اللي لا تقدر تقول يعني العمل فيه بالبر والروح والجي وتتدفى فيه لك انت ما يلفيك انت وعيالك. فقال له لا. قال ليه؟ قال ادين دين. صح الكلام الاخوان والاخوات اللي ذكروا، ادين دين يدين عياله علشان لما يكون عاجزا او محتاج الى يردونه. واوفي دين يوفي دين والديه، كانوا على قيد الحياه امه وابوه. وازرع البعدين له اخو متوفي ويكد على يتام اخوه. ازرع البعدين شيء يلقاه فالاخره قدامه. وسلامة الجميع. ازرع البعدين ممكن ايضا تؤخذ على انها للاخره. إيه؟ كلها للاخره. للاخره لكن هو يقصد فيها ان عندها ايتام. اي. إيه؟ يعني في النهايه للاخره. نعم صحيح. عرفتها يا ابو علي؟ الله اكبر. كفو عليك. الله.